السلام عليكم ورحمة الله سعد الله صباحكم نشرة الأخبار الصباحية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أكد وزير النفط والمعادن دكتور سعيد الشمس التزام الوزارة بالبدء في إعداد دراسة شاملة وتجهيز فريق فني للنزول والمسح الميداني واختيار موقع مناسب لنقل منشأة النفط وخزانة الوقود الواقعة في منطقة خلف إلى منطقة صناعية مناسبة أشار الوزير الشماسي خلال زيارة ميدانية قام بها إلى منشآت شركة النفط بمنطقة خلف بمدينة المكلا ومعه محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي إلى حرص الوزارة وشركة النفط على سلامة المواطنين وعمل منظومة متكاملة للسلامة المهنية بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني. شاركت بلادنا في قمة صوت الجنوب العالمي 2023 التي تستضيفها افتراضيا جمهورية الهند يوم الثاني والثالث عشر من شهر يناير الجاري تحت شعار "وحدة الصوت ووحدة الهدف" وتستعرض القمة الافتراضية التي يشارك فيها حوالي 140 دولة التحديات الماثلة أمام الدول النامية وسبل بلورة جملة من التصورات والرؤى المشتركة لطرحها خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين التي تترأسها الهند خلال السنة الجارية وفي القمه استعرض وزير التربيه والتعليم طارق العكبري في كلمته وضع التعليم في بلادنا منذ 2015 وما تعرض له من اضرار بالغه طالت البنيه التحتيه ومخرجاته التعليميه بسبب الحرب المستمره التي شنتها الميليشيات الحوثيه وتمردها على النظام والقانون وكل مؤسسات الدوله متطرقا الى جهود وزاره التربيه والتعليم لتجاوز العراقيل والتحديات ومواصله السير بالقطاع التعليمي وتطويره رغم كل الظروف الصعبه وذلك من خلال تحسين جوده النظام التعليمي وتعزيز وبناء قدرات المعلمين على مختلف المستويات وأشار إلى عمل الوزارة إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين على تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالتعليم المهني وتبادل الخبرات، لافتًا في ذات الوقت إلى ضرورة إيجاد معالجات إجرائية فاعلة لدعم التعليم في بلادنا دشن مكتب المفتش العام بالقوات المسلحة العام التدريبي والقتالي 2023 بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز ومستشار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن عبد العزيز الشميري وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالجهود المتميزة لمكتب المفتش العام للقوات المسلحة مؤكدا أهمية دوره في تقييم أداء المؤسسات العسكرية ومراقبة تنفيذ الخطط العسكرية وصولا إلى تحقيق النجاح المطلوب وبما يضمن نجاح معركتنا ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام الملالي في طهران وأكد الفريق بن عزيز التزام القوات المسلحة بالنظام الجمهوري وبالعمل بدستور الجمهورية اليمنيه والقوانين النافذة الخاصة بعمل القوات المسلحة ومن جانبه استعرض المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري استعرض إنجازات المكتب خلال الفترة الماضية وكذا خطط التفتيش الميداني على الهيئات والدوائر والمناطق والوحدات العسكرية لتقييم الأداء والعمل بما من شأنه تحقيق النصر الكبير لليمن على تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استشهدت أم وطفلتها جراء انفجار لغم حثي مموه بمحافظة الحديدة وفق ما أفاد المرصد اليمني للألغام وقال المرصد إن امرأة وطفلتها في الثانية عشر والعاشرة من عمرهما في قرية المكيمنية بمديرية الدراهم استشهدن نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل أنبوب ماء جلبه رب الأسرة إلى المنزل وأضاف المرصد أن رب الأسرة أصيب بجروح بليغة نتيجة انفجار اللغم الحثي الموه وأن المرصد السكان في كافة المناطق التي شهدت مواجهات خلال الفترة الماضية بعدم لمس أو العبث أو التعامل مع أي أجسام مشبوهة حتى لا تتعرض حياتهم للخطر استشهد مواطنا بانفجار الغام حوثيه في محافظه الحديده، وقالت مصادر محليه ان مواطنا استشهد جراء تعرضه لانفجار لغم حوثي في مديريه التحيتة جنوب محافظه جنوب المحافظه، فيما استشهد الثاني في وادي الزعفران بمديريه الدريهمي. وحصدت الالغام الحوثيه ارواح المئات في المحافظه التي تعد الاكثر تضررا الاكثر تضررا من الالغام الحوثيه وتشهد بشكل يومي حوادث مشابهه أصيب مدني بجروح خطيرة إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية حيس جنوب الحديدة، وأفاد مصدر محلي أن محمد طالب زهير أصيب بجروح متفرقة في رقبته ورأسه إثر انفجار لغم فردي من مخلفات ما زرعته الميليشيات الحوثية في قرية الحمينية شمال غرب مديرية حيس، وتم إسعافه وتم إسعافه إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة. جريت له الاسعافات الاوليه لينتقل الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمه ضبطت الأجهزة الأمنية في نقطة تنهال بمحافظة المهرة عصابة تهريب واتجار بالممنوعات مكونة من خمسة أشخاص بينهم امرأة وجنسية أحدهم عربية فيما يحمل الآخرون الجنسية الأثيوبية وقال مصدر أمني مسؤول إن الأجهزة الأمنية استوقفت سيارة أفراد العصابة في نقطة التفتيش بعد الاشتباه بهم وتبين حيازتهم لثلاثة 23 كيلو من مخدر الحشيش وعدد من حبوب الكبتاج المخدرة ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية وإيصالات وحوالات مالية وأضاف المصدر أنه تم تحويل أفراد العصابة بعد ضبطهم إلى إدارة البحث الجنائي في المحافظة لاستكمال بقية الإجراءات، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لينالوا جزاءهم الرادع. انتهت نشرتنا الصباحية في أمان الله.